وتتابعون في هذه الحلقة هذين الملفين. إسرائيل تصعد على عدة جبهات، فهل تسعى لحرب مفتوحة أم عمليات خاطفة؟ أردوغان يغضب الجيش التركي بسبب قراراته، فهل بدأ الجيش يتذمر من تدخلاته؟ تصعيد إسرائيلي جديد على أربع جبهات. الطيران الإسرائيلي الذي قصف ميليشيات إيرانية في سوريا والعراق قصف أيضا مواقع في قطاع غزة تابعة لحركة حماس وموقعا للجبهة الشعبية في لبنان. الفصائل الفلسطينية كانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل. أمام هذا التصعيد، هل تسعى إسرائيل لحرب مفتوحة؟ ومن الذي استدعى الرد الفلسطيني من القطاع؟ إسرائيل تضرب أهدافا إيرانية في سوريا ولبنان والعراق، إلا أن الرد يأتي من غزة. قصف ميليشيات إيرانية في سوريا والعراق وتحليق طائرات استطلاع في معقل حزب الله ببيروت لم يكلف إيران وأذرعها سوى التهديد، بينما استقبلت إسرائيل من غزة ثلاثة صواريخ تمكنت القبة الحديدية من إسقاط اثنين منهم. فهل قررت طهران أن يكون الرد من الحدود الجنوبية لإسرائيل كتهديد على إمكانية فتح جبهات جديدة؟ إسرائيل التي ردت بهجوم جوي على مجمع عسكري تابع لحماس قررت معاقبة الغزيين جماعيا على الصواريخ، فأعلنت تقليصها كمية الوقود الذي تزود به محطة الكهرباء في القطاع إلى النصف، وهو ما سيفاقم أزمة حياة مليوني فلسطيني. فهل يحتمل قطاع غزة زجه في حرب في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ساكنوه؟ الضربات الجوية الإسرائيلية على ميليشيات مدعومة من إيران ليس بجديد. إسرائيل التي استغلت الفوضى الحاصلة في سوريا أعلنت في سبتمبر الماضي بأنها نفذت حوالي 200 غارة خلال عامين على أهداف إيرانية في سوريا. جديد هذا التصعيد هو استهداف ميليشيات إيرانية في العراق وإرسال طائرتي استطلاع إحداهما مفخخة إلى بيروت، وهو أمر لم يحدث منذ انتهاء حرب 2006. تختلف الآراء حول أهداف هذه الضربات. البعض يقول بأن إسرائيل توجه ضربات محدودة لكنها تتجنب حربا واسعة، وهو أمر مرتبط بالسعي لإنهاء الفصائل المسلحة في سوريا ولرسم خارطة الوجود الإيراني بعيدا عن حدودها. وثمة من يقول إنها ضربات استباقية لاستعدادات حزب الله للبدء بحرب في حال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران. وثمة رأي ثالث يقول إن هذه الضربات ما هي سوى دعاية انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يستعد للدخول في انتخابات قادمة. وبغض النظر عن السبب، يبقى السؤال المطروح: هل تسعى إسرائيل للمواجهة حقا؟ وما شكل الحرب القادمة إن وقعت؟ ولماذا تتورط أطراف فلسطينية في مواجهات تقف إيران على طرفها الآخر؟ أم من أجل أن تبدو وكأنها ذراع آخر لإيران؟ مشاهدينا، نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. سيد رائد رضوان، عضو مجلس الثوري لحركة فتح من رام الله، أهلا بك معنا. كما أرحب بسيد مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي من غزة، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد مصطفى، يعني إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في هذا التوقيت، هل هو مرتبط بالتصعيد الإسرائيلي ضد أهداف إيرانية في سوريا ولبنان والعراق؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أنها ليست الأولى التي يطلق فيها الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الاحتلال الصهيوني، وربما الأيام القليلة التي مضت إطلاق الصواريخ
التي حدثت من قطاع غزة كان هناك إطلاق آخر للصواريخ أكثر من مرة. هذا ينفي العلاقة ما بين أن تضرب غزة ردا على ما يحدث من قبل الاحتلال باتجاه هذه الدول. غزة تتعرض لانتهاكات، تتعرض لحصار، الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل، القدس تتعرض للتهويد، كل ذلك من أسباب أو تداعيات إطلاق مثل هذه الصواريخ إلى الاحتلال الصهيوني. ما رأيك سيد رائد رضوان؟ يعني سيد صواف يقول أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من القطاع، وبالتالي برأيك هل إطلاق هذه الصواريخ في هذا التوقيت مرتبط بالتصعيد الإسرائيلي ضد الأهداف الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق أم لا؟ يعني أنا برأيي يجب أن نميز بين مسألتين. المسألة الأولى الضربات الإسرائيلية في كل من سوريا والعراق ولبنان، والضربات الإسرائيلية في غزة وما يرافقها من تصعيد متبادل. القضية مرتبطة أولا بجوهر ما تؤمن به الحركة الصهيونية صاحبة نظرية الجدار الحديدي، التي تسعى من خلال هذه النظرية لتحصين إسرائيل كما تدعي أمام أي هجمات من قبل أعدائها. وبالتالي هناك نظرية اليد الطولة لإسرائيل ونظرية الردع الإسرائيلية التي بدأت تتآكل وأصبحت يعني محور نقاش في بين الأحزاب الإسرائيلية وبين القادة العسكريين السابقين الذين انضموا إلى أحزاب سياسية وما بين حكومة اليمين الحالية. لذلك يعني ما يحصل في غزة هو عملية مرتبطة لإسرائيل مصالح ب يعني رعاية هذا الانقسام وإبقائه دائما حتى يعني تتضرع بوجود انقسام فلسطيني وتؤمن تماما في من أمام الاستحقاقات السياسية، وتؤمن أن الحرب الخاطفة على غزة تهدف دائما إلى تجسيد هذا الانقسام، لا تهدف إلى يعني خلق بيئة أو مناخات مناسبة لإنهاء هذا الانقسام. أنا أستطيع أقول أن يعني غزة لها قضاياها المختلفة عن الآخرين، وبالتالي لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن تربط يعني أي قضية داخل قطاع غزة بأي مسألة إقليمية. طيب. ما رأيك هنا سيد الصواف في ما ذكر منسق الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن الذي كتب على صفحته على الفيسبوك أن الجهاد الإسلامي بإعاز إيراني يهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار ويمس بأمن المنطقة؟ يعني ما رأيك بما قالوا هنا في هذه النقطة؟ سيدتي، أنا أعتقد أن الاحتلال يحاول دائما الإيقاع بين قوى المقاومة الفلسطينية وخاصة بين حماس والجهاد الإسلامي، ويريد بشكل أو بآخر أن يربط ما يؤدي من تصرفات سواء كان حقيقية أو غير حقيقية للحركة الجهاد الإسلامي بإيران. وأعتقد هذه مسألة مختلفة، وربما كما قال ضيفنا الكريم أن قطاع غزة له إشكالياته المتعلقة به ولا علاقة له بما يجري في البلدان الأخرى. ربما يكون هناك تعاون قائم بين حركة الجهاد وكذلك قائم بين حماس وإيران وكل القوى المقاومة، وهذه مسألة طبيعية، ولكن يحاول دائما الاحتلال أن يربط بين هذه والفعل الذي تقوم به هذه القوى بإيران، وهذه مسألة مفهومة في العرف الصهيوني، وهو محاولة ربط كل قوى المقاومة وكأنها تستهدف الاحتلال. هناك ترابط بين إيران وغزة، هناك ترابط بين إيران وسوريا، هناك ترابط بين إيران وحزب الله، وهكذا هي الأمور. بالنسبة لأن الاحتلال يعتقد بأن كل هذه القوى هي ضد هذا الكيان. طيب يعني الوجودي، ولذلك هي يعني تسعى يعني إلى هدف واحد وإن ترابطت. الإسرائيلي اتهم حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية. الجيش الإسرائيلي اتهم حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن التصعيد من قطاع غزة دون الإشارة إلى حركة حماس بأي كلمة، رغم أنه لم نسمع أي تعليق من حركة الجهاد الإسلامي، لم تتبنى مسؤولية إطلاق الصواريخ، كما أيضا لم نسمع رد من حركة حماس ولا الفصائل الفلسطينية على تلك الاتهامات. لماذا؟ يا سيدتي، توزيع الاتهامات من قبل الكيان مفهوم له سياسة خاصة وأهداف خاصة، والفصائل أنا في ظني أنها لو كانت هي التي تطلق النار أو تطلق الصواريخ أو تريد أن تعلن أو لا تعلن، هذا يتبع إلى السياسة المتبعة والظروف التي تحياها قوى المقاومة وأحياها قطاع غزة. هذه مسألة ليست هي مجال الرد من قبل المقاومة على كميل أو غير كميل أو غير من الناطقين الصهاينة، ولذلك المسألة ترتبط بحساب
حسابات مصلحية قائمة في قطاع غزة في تبني العملية هنا أو عدم تبنيها. طيب برأيك سيد رائد، يعني هل سيقتصر الرد الإسرائيلي على إطلاق هذه القذائف من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل على هذا الرد بالقصف فقط، أم سنتوقع رد أكبر من ذلك؟ يعني أعتقد أن إسرائيل جاهزة للرد في قطاع غزة، وخاصة نحن على أبواب انتخابات إسرائيلية، واليمين الإسرائيلي يسعى لإعادة إنتاج نفسه على دماء أبناء شعبنا، ولذلك يجب أن يكون هناك وعي فلسطيني واضح في هذه المرحلة التي تزايد فيها الأحزاب الإسرائيلية على بعضها البعض، على اعتبار أن يعني المطلوب المزيد من القوة والمزيد من دماء الشعب الفلسطيني من أجل إعادة إنتاج أحزاب اليمين مرة أخرى لتقود إسرائيل خلال المرحلة القادمة. بعض النظريات المطروحة والتي تطرحها بعض الفصائل للأسف، من ضمنها أنه إذا ضربت أي طرف من أطراف المحور المقاومة فإن الرد سيكون مفتوح، أعتقد أن هذه الشعارات الجوفاء تستغلها إسرائيل وتحاول أن تلصق فيها أن الرد من قطاع غزة هو جاء ردا يعني على الغارات الإسرائيلية في سوريا ضد أهداف إيرانية، وهي نظرية ربما تكون يعني تستطيع إسرائيل تسويقها للرأي العام، أن هذه الأطراف التي يعني تأتمر بإمرة بين مزدوجين محور المقاومة فإنها ترد في ظروف وفي أماكن وفي أزمنة مختلفة، تستطيع إسرائيل إقناع المجتمع الدولي أن ذلك مرتبط بتعليمات من خارج حدود قطاع غزة. لذلك الوعي الفلسطيني في هذه المرحلة مطلوب من كافة مكونات الطياف اللون السياسي الفلسطيني، حتى لا نجد أو حتى لا نترك ذريعة لإسرائيل لمزيد من عدوان على قطاع غزة. نحن نعلم تماما أن إسرائيل جاهزة في أي وقت، وخاصة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، من أجل المزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا والمزيد من الهدم بحق أهلنا في المحافظات الجنوبية. طيب سيد الصواف، يعني إسرائيل تصعد الآن على أكثر من جبهة، في العراق، في دمشق، الضاحية الجنوبية بلبنان، وصولا إلى مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي لبنان الجبهة الشعبية أيضا. ما سبب هذا التصعيد من قبل إسرائيل في هذا التوقيت برأيك؟ ما هي حسابات إسرائيل من ورائه؟ يعني أنا أعتقد حسابات إسرائيل كبيرة، دعيك عن موضوع الانتخابات وإن كان هو جزء مهم، لأن إسرائيل تريد أولا أن تعيد حالة الردع لديها في مقابل هذه القوة، وهي الآن فقدت حالة الردع وهي تريد أن تعزز هذا الأمر. ثم أن العدوان والقتل لدى الاحتلال الصهيوني شيء متأصل في كيانه، وهو لا يستطيع العيش بدون أن يمارس هذه الممارسات ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو ضد بقية القوة في المنطقة. أنا أعتقد أن الاحتلال سيستمر في جرائمه ولن يتوقف، لأن إذا توقف الاحتلال عما يمارسه هو دليل ضعف، ولذلك نجد هناك ضربات في العراق، ضربات في سوريا، ولكن الجبهتين الأسخن للاحتلال الصهيوني هي قطاع غزة وجنوب لبنان. هناك تحذيرات من حسن نصر الله باتجاه توجيه ضربات إلى الاحتلال الصهيوني، وكما نرى في قطاع غزة هناك مشاغلة سواء كان بسبب أو بدون سبب من قبل الاحتلال أو كما هو من قبل المقاومة. وأنا في ظني يعني ربما أختلف مع ضيفك أن قطاع غزة لا يربط مقاومته بأي جهة أخرى، وحسابات قطاع غزة ربما تكون مختلفة، واعتقد أن الشعب الفلسطيني على درجة من الوعي تؤهله لكي يلعب بشكل لا يتعرض فيه أو يكون سببا في تعريض نفسه للخطر. ولذلك نعم الحسابات دقيقة، ويجب على الكل الفلسطيني أن يكون حذرا وأن لا يورط نفسه في حسابات مختلفة عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني. ما رأيك سيد رائد، يعني هل إسرائيل معنية في التصعيد على أكثر من جبهة؟ ما هي حساباتها من وراء هذا التصعيد في كل هذه الجبهات؟ يعني أعتقد كما قلت في بداية الحديث، يجب التفريق ما بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها إسرائيل من خلال ضرباتها في سوريا والعراق ولبنان، وبين يعني ما تقوم فيه في قطاع غزة أو في المحافظات الجنوبية. الذي تريد إسرائيل من خلال ضرباتها في لبنان وسوريا والعراق
إلى جانب طبعا الأهداف الأمنية، ونحن نعلم أن إسرائيل دولة ليست طبيعية وهي دولة أمنية بامتياز، ودائما يعني لديها الهاجس الأمني، ويعني هذا الهاجس حاضر دائما في كل سياسات إسرائيل، حتى السياسات الاقتصادية وأيضا قراراتها على مستوى تركيبة المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي هي تسعى لأن تعيد القوة المتهالكة لإسرائيل، خاصة بعد يعني الضربات التي تعرضت لها إسرائيل، وخاصة بعد يعني خسارة إسرائيل في أكثر من جبهة بعدم تحقيقها الحسم العسكري كما كانت تسميه دائما. وهي تعلم تماما أنها يعني تضرب في عمق سوريا، وتضرب في عمق إيران، عفوا العراق، وتضرب أيضا في العمق اللبناني دون أن تخسر. ولذلك يعني أمام المجتمع الإسرائيلي يستطيع نتنياهو أن يقول لكافة، ولكن ما الذي يضمن أن هذه المرة هي لن تخسر بالفعل، خصوصا إذا ما استمعنا إلى هذه التهديدات من الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي قال أن هذا الهجوم الإسرائيلي لن يمر مرور الكرام، وبالتالي فتحها هذه الجبهات العديدة. ما الذي يضمن ألا تتطور الأمور عما هي محسوبة الآن بالنسبة لها؟ نعم، يعني إسرائيل ضمنت على الأقل جبهتين أنه لم يكن هناك أي ردة فعل، وهي يعني غاراتها على سوريا وغاراتها على العراق، وهي تعلم تماما أن ربما يكون هناك رد من قبل حزب الله، ولكن هذا الرد أيضا يعني أنا أعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تتعامل معه. وبالتالي يعني كما قلت أن رسالة نتنياهو يعني كانت قد وصلت إلى المجتمع الإسرائيلي، إنه هو الرجل القوي الذي يستطيع أن يصل إلى العمق العربي ويهاجم أهداف يعني تشكل خطرا على إسرائيل. هذه الأهداف التي سيهاجمها برأيك سيد الصواف وأشركه، هل هي محدودة أم قد تقود إلى ما أكبر من ذلك؟ يعني أنا أعتقد إذا أرادت قوات الاحتلال أن تشن عدوان على قطاع غزة لن يقتصر الأمر على أهداف محددة، بل ربما يشمل كل قطاع غزة، وهذه مسألة في تفكير الاحتلال الصهيوني. لكن في المقابل هل قطاع غزة سيقف صامتا أمام أي عدوان صهيوني؟ نحن نشاهد أن الاحتلال عندما يرتكب جريمة هنا وهناك تطلق من هنا صاروخ أو صاروخين، وهذه رسائل واضحة من قبل المقاومة. ونعتقد أي معركة مع قطاع غزة لن تكون سهلة، لا يعني على الاحتلال الصهيوني. هل الفصائل هنا سيد الصواب في غزة معنية برفع سقف المواجهة مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ سيدتي، أنا لا أعتقد أن المقاومة في قطاع غزة تسعى إلى جلب عدوان على قطاع غزة، ولكن إذا فرض هذا العدوان من قبل الاحتلال الصهيوني أنا أعتقد أن المقاومة ستبقى صامدة وستصد هذا العدوان بما لديها من قوة، وهي تعلم بأن الاحتلال الصهيوني لا يفكر الآن على الأقل في شن عدوان على قطاع غزة في ظل الحالة التي يحياها المجتمع الصهيوني سواء كان الانتخابات أو غيرها. ولكن رغم ذلك الحذر مطلوب، وأنا أعتقد أن المقاومة جاهزة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال الصهيوني. هل يحتمل قطاع غزة سيد الصواف زجر الآن في الحرب في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الغزيون؟ وهذا هو الذي تسعى إليه قوى المقاومة، وتجنيب قطاع غزة أي عدوان جديد. ولكن لو فرض العدوان على قطاع غزة ماذا ينتظر من قوى المقاومة؟ هل تقف صامتة ويفعل الاحتلال ما يريد؟ أم تواجه القوة بالقوة التي لديها؟ ونحن نعلم أن قوة المقاومة لا تأتي جزء من عشرات الأجزاء لدى الاحتلال الصهيوني، ولكن الصمت هو خيانة أكبر للشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستقف عاجزة وصامتة وستتلقى الضربات وهي في غاية من الهدوء. ولكن أنا في ظني أن أي مواجهة قادمة ستخسر فيها إسرائيل أكثر مما يخسر فيها قطاع غزة الذي ليس لديه ما يخسره في ظل هذه المواجهة. كيف سيد رضوان سيكون شكل التعاطي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟ ما هي سيناريوهات التعاطي الإسرائيلي مع غزة؟ يعني أعتقد أن كما قلت إسرائيل جاهزة لشن عدوان واسع على قطاع غزة، وبالتالي يعني نحن يعني نتساءل ما الهدف من وراء هذه يعني الحروب التي تشنها إسرائيل على المحافظات الجنوبية. أولا يعني شعبنا لم يعد يحتمل حرب رابعة خلال 10 سنوات،
وبالتالي الذرائع التي يعني تحاول إسرائيل تمرير وتبرير عدوانها على أهلنا في قطاع غزة يجب أن تسحب بالحال، لأن الشعب الفلسطيني الذي واجه إسرائيل في عدوان 2008-2009 في عدوان 2012 في عدوان 2014 ما زال حتى هذه اللحظة يدفع ثمن هذا العدوان. نحن ضحية. الذي يقول أننا نستطيع أن نواجه إسرائيل وأن نلحق الهزائم في إسرائيل، إسرائيل يا سيدة العزيزة، إسرائيل اليوم تحاول أن تظهر نفسها أنها الضحية لما يسمى بين مزدوجين، يعني العنف الفلسطيني أو الإرهاب الفلسطيني. وبالتالي يجب أن تعود الصورة إلى ذات الألوان الطبيعية، وهي أن الشعب الفلسطيني هو الضحية. نعم يدافع عن نفسه، لكنه هو ضحية للهجمات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي. وإسرائيل على المستوى الاستراتيجي تسعى من خلال عدوانها على المحافظات الجنوبية مزيدا من الانقسام، تجسيد هذا الانقسام نحو انفصال حقيقي عن المحافظات الشمالية، منع الوحدة الوطنية. طيب من أجل يعني عدم الذهاب يعني إلى يعني استحقاق سياسي. ذكرنا ما تسعى إليه وأهداف، ولكن إلى أين سيصل حدوده برأيك؟ هل سيبقى في إطار عمليات محدودة أم قد يتطور لحرب لا سمح الله؟ ربما هذا اليمين الإسرائيلي كما قلت لا يعني لا يوجد خطوط حمر أمامه، وبالتالي هو جاهز لخوض عدوان واسع على أهلنا في قطاع غزة. وبالتالي يعني هذه المسألة مرتبطة بالذهنية والعقلية الإسرائيلية، وخاصة في ظل حكومة إسرائيلية قادمة ربما تسيطر عليها جنرالات عسكرية سابقة، ولذلك يعني هاي مسألة مرتبطة بيعني الذرائع التي تجدها إسرائيل من أجل شن مزيد من عدوان على قطاع غزة. الحالة أو الحل الوحيد للخروج من هذه الحالة هو الإنهاء الفوري لمظاهر الانكساب السياسي. طيب. والعودة إلى خطاب سياسي وحدوي فلسطيني يستطيع مواجهة العدوان الإسرائيلي. سيد الصواف، يعني إذا ما تبعنا الردود، أذكر مرة أخرى برد الأمين العام لحزب الله الذي هدد إسرائيل برد قوي. الرئيس ميشيل عون اللبناني اعتبر هجمات الطائرات المسيرة أيضا إعلان حرب، كما حذر أيضا رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من جر لبنان إلى حرب. هل برأيك تنذر الأمور باندلاع هنا صراع أوسع في المنطقة، وكيف سيكون موقف الفلسطينية في حال حصل ذلك؟ يعني أنا في اعتقادي أن نصر الله والحكومة اللبنانية لهم حسابات دقيقة في هذه المرحلة في ظل الائتلاف الحكومي الهش القائم بينهما، ولذلك ستكون حسابات نصر الله في عدوان على قطاع غزة محسوبة بشكل دقيق جدا. قد تتأخر لبعض الوقت، ولكن سيكون هناك ضربات موضعية فقط، ولن يكون سبب في جر لبنان إلى معركة مع الاحتلال الصهيوني. هذا ربما يكون سيناريو مطروح لدى حزب الله. أنا أعتقد الفصائل الفلسطينية مشغولة بهمها الأكبر وهو القضية الفلسطينية ومصالح حقوق الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد يمكن أن تتورط، ولا حزب الله يريد الفصائل الفلسطينية أن تتورط في هذا المجال، ولا حتى إيران. ولذلك أنا أعتقد الأمور ستبقى كما هي. حزب الله إذا أراد أن يوجه بعض الضربات إلى الكيان الصهيوني سيكون ذلك دون أن يكون هناك تدخل من قبل أي طرف آخر ولا حتى من قبل إيران. سيد رائد، لماذا استهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا مواقع الجبهة الشعبية في لبنان؟ يعني أعتقد أنا لا أفهم الأسباب الأمنية، لأنه يعني منذ زمن طويل يعني لم تستهدف إسرائيل مواقع الجبهة الشعبية القيادة العامة ولا أي يعني فصيل فلسطيني في لبنان إلا ضمن عمليات استخباراتية تقوم بها أذرعتها الأمنية في يعني عدة دول ومن ضمنها لبنان. لكن هذا يعني يأتي في سياق يعني محاولة نتنياهو إظهار يعني اليد التي تستطيع أن تصل إلى أي مكان وأن تضرب ما يسميه بؤر الإرهاب التي تستهدف أمن المواطن الإسرائيلي.
الجبهة الشعبية القيادة العامة منذ زمن طويل لم تستهدف إسرائيل بأي عمل عسكري ولا أي فصيل آخر، يعني انطلاقا من لبنان أو من سوريا، وبالتالي هي ضمن يعني منظومة لها علاقة بإعادة الاعتبار للأيديولوجيا الصهيونية القائمة على الجدار الحديدي الذي يستطيع أن يحمي إسرائيل. رأي سيد الصواف، لماذا برأيك تم استهداف مواقع الجبهة الشعبية في لبنان سيد الصواف؟ سيدتي، لأن الاحتلال يعتبر أي مواقع عسكرية سواء كانت فلسطينية أو لحزب الله أو لإيران أو للقوات السورية هي مواقع تشكل خطرا على الكيان، ولذلك هو يريد أن يوجه هذه الضربات إلى هذه المناطق. وكما يعني يحاول الاحتلال دائما استعادة منظومة الردع سواء كان مع الفلسطينيين أو خارج الفلسطينيين، وهذه مسألة تؤكد بأن نتنياهو يريد أن يؤكد للناخب الصهيوني بأن يده طويلة وبإمكانه أن يطول ليس فقط القوى الفلسطينية أو يطول بعض المواقع الإيرانية في سوريا أو في العراق أو حتى حزب الله في لبنان أو جنوب قطاع غزة. ولذلك أنا أقول أن الحمى الانتخابية الدائرة الآن في الاحتلال وخشية نتنياهو من عدم الفوز مرة أخرى في أن يشكل حكومة يمين متطرف ربما تدفعه إلى أكثر من ذلك. طيب. ولذلك نعم هو يريد ضرب المواقع الفلسطينية كما يريد ضرب مواقع المقاومة في أي مكان. الآن حماس سيد صواف تلقت دعوة لإجراء محادثات في القاهرة للتباحث حول التصعيد الجاري وأفق التهدئة، هل ستنجح هذه الجهود في ضبط الأمور والعودة للتهدئة على ضوء هذا التصعيد؟ يعني أنا في اعتقاد الجهود المصرية متواصلة منذ فترة طويلة، وهذا جزء من هذه السياسة التي تتبعها مصر في محاولة تهدئة الأوضاع ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. ربما رأت مصر فيما يجري نوع من بداية للتصعيد بين المقاومة وبين الاحتلال الصهيوني، وهي أرادت أن تلتقي بالعنصر الأهم في المقاومة الفلسطينية وهو حماس من أجل وضع بعض قواعد الهدوء ما بين الجانبين. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن مصر لديها ضعف في مجال الوساطة ما بين المقاومة وبين الاحتلال الصهيوني، لأنها لا تستطيع الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بما تم التفاهم عليه. دليل ذلك هذا القرار الذي خرج به كميل اليوم بتخفيض نسبة الوقود لمحطة الكهرباء ل 50%، وهذا ضمن التفاهمات التي جرت. وأعتقد أن الاحتلال يحتاج إلى قوة تلزمه بما تم التوافق عليه. ربما عدم الالتزام والمماطلة والتسويف قد تكون هو جزء من المحادثات الجارية مع مصر. نعم. والوفد الأمني الذي سيخرج من قطاع غزة. سيد مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي من غزة، شكرا لك. كما أشكر أيضا سيد رائد الدوان عضو المجلس الثوري لحركة فتح من رام الله، شكرا لكما. مشاهدينا، وراء الحدث متواصل معكم وتتابعون بعد الفاصل. أردوغان يغضب الجيش التركي بسبب قراراته، فهل بدأ الجيش يتدمر من تدخلاته؟ أهلا بكم من جديد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه أزمات عدة تحاصره داخليا وخارجيا، آخرها استقالة عدد من قادة الجيش التركي احتجاجا على تسلطه. فهل سيستطيع أردوغان مواجهة أزماته في الخارج والداخل أم أنها بداية النهاية؟ إذا كان رجب طيب أردوغان قد بدأ سلطته بشعار صفر مشاكل، فقد انتهى إلى سلطة مع كل المشاكل. لم يبقي أردوغان أحدا لم يخلق معه مشكلة في الداخل كما في الخارج، حتى انتهى إلى أنه دفع عددا من قادة الجيش إلى الاستقالة احتجاجا على ممارسته لسياسات تثير حفيظة الجيش برمته. لا يخشى أردوغان انقلابا عسكريا آخر، فبعد حملة التصفيات التي طالت أكثر من 400 ألف متهم بتأييد فتح الله جولن خصمه العنيد، لم يعد هناك من يقف في وجه الرجل أو يجرأ حتى على أن يقول له لا، ولا حتى الناخبين أنفسهم. فعندما خسر حزبه الانتخابات البلدية في اسطنبول آثر أردوغان إعادة الانتخابات، وكان بحاجة لأن يخسرها من جديد قبل أن يقتنع بأن هناك رأيا عاما آخر بات يناهض سلطته. داخليا تمر البلاد بأزمة اقتصادية عالجها بإقالة محافظ البنك المركزي وإجبار المحافظ الجديد على خفض الفوائد، ولكن من دون أن يؤدي الأمر إلى تراجع حدة الأزمة التي انعكست على قيمة الليرة التركية.
عدد من قادة حزبه مثل أحمد داود أوغلو وعبد الله غول وعلي بابا جان آثروا الانشقاق احتجاجا على أسلوبه الفردي في الإدارة ونزعاته التسلطية، وعدا عن حملة الاعتقالات التي كافح بها خصومه ومعارضيه ومنتقديه في الداخل، فقد اتبع سياسات خارجية استعدت عليه حتى أقرب حلفاء تركيا. صفقة الأس 400 مع روسيا أغضبت الولايات المتحدة، وحملته ضد الأكراد أثارت توترا ملموسا مع القوات الأمريكية التي تعمل في شمال سوريا، وعمليات التنقيب قبالة السواحل القبرصية أججت نزاعا مع الاتحاد الأوروبي. ودعمه لميليشيات الأخوان في ليبيا حول تركيا بتدخلاتها المباشرة إلى قوة عدوان من وجهة نظر الجيش الوطني الليبي. وبرغم العلاقات الوطيدة التي يبنيها مع حليفه الروسي فلاديمير بوتين، فإن تدخلات تركيا في سوريا وسعيها لإقامة منطقة أمنية أوسع مساحة من لبنان أثارت انزعاجا روسيا دفع في النهاية إلى محاصرة مواقع تمركز القوات التركية في إدلب، لتضطر إلى انسحاب مذل من الناحية العسكرية. استقالة الجنرالات من أعضاء القيادة العسكرية العليا كشف أن السيل بلغ الزبا. لن يحصل انقلاب آخر، ذلك أن انقلاب أردوغان على الديمقراطية وعلى سياسة صفر مشاكل وضع تركيا على صفيح ساخن، بما قد يكفي لأن تكتوي به أصابع أردوغان بقي أم لم يبق في السلطة. مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي سيد جواد جوك مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية للدراسات من إسطنبول، أهلا بك معنا. كما أرحب بالسيد محمد عبد القادر مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام من القاهرة، أهلا بكما. سيد جواد، يعني بداية، ما هي أسباب الاستقالات التي طالت 5 من كبار قادة الجيش التركي؟ ما الذي دفعهم للاستقالة؟ تحية لك ولضيفكم ولمشاهدينا الكرام. أنه عدة أسباب طبعا، كما يقولون على الظاهر أنهم بعد تعيينهم في شورى العسكرية العليا أنهم قدموا استقالتهم بسبب تنزيل رتبهم، تنزيل مقاماتهم العسكرية من قبل الرئيس أردوغان، لكن القضية ليس كذلك. أنه بصراحة الجيش بعد التوترات السياسية الحادة في تركيا، الأهلية انتهت تماما، الأهلية للشخص أن يكون أهلا لمقام عسكري، بل المحسوبية والقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم. السبب الأول هو بالنتيجة الجنرالات يريدون يخدمون وطننا وبلدنا، لكنهم يرون أخطاء الحكومة التركية السياسية، أخطاء العسكرية، حصار قوات التركية في شمالي سوريا من قبل الجيش السوري، عدة أسباب مختلفة. فالنتيجة أنهم يعرفون أن هذه الأخطاء لا يقدرون أن يستمرون في وظيفتهم في الجيش، فقدموا استقالتهم، خاصة هؤلاء الذين في المدن الحدودية وفي مدينة إدلب موظفون. وهذه نقطة مهمة جدا، بالنتيجة بنية الجيش التركي بدأت تقصد أخطاء متعلقة بسياسة تركيا في سوريا والعراق سيد جوك؟ في سوريا، في العراق، تجاه مصر، تجاه ما يجري في داخل البيت الخليجي وغير ذلك. حقيقة الأمر أن هناك انتقادات شديدة من قبل الجنرالات العلمانية في الجيش
نعم. تجاه حزب العدالة والتنمية الحاكم، خاصة بالنسبة له سياستهم تجاه الشرق الأوسط بشكل عام. ما رأيك سيدي محمد، هل هذا يبرر تنزيل رتب القادة في الجيش من قبل أردوغان؟ هل كل من يعارض سياسة أردوغان في الخارج بات يواجه إما الإقصاء أو تنزيل الرتب؟ هل هذه هي الأسباب من وراء الاستقالات؟ يعني خلينا نتحدث انه هذه الاستقاله ربما تمثل تحول كبير في العلاقات المدنيه العسكريه التركيه، ليس فقط لان القاده المستقلون هم قاده كبار داخل الجيش التركي، ولكن لانهم بالاساس هم قاده عمليات، بمعنى انهم قاده على الارض اولا، اما في المناطق الحدوديه او في مدينه ادلب السوريه، ومن ثم هم يخوضون ربما عمليات قتاليه على الارض. توقيت الاستقاله ربما يطرح بعض التساؤلات حول رضا هؤلاء بشان الخطط العسكريه التركيه، سواء في مواجهه حزب العمال الكردستاني فيما يتعلق بالمنطقه الامنه والمفاوضات الامريكيه التركيه في هذا الاطار، او حتى يتعلق بطبيعه الوضع في مدينه ادلب. على جانب اخر ربما يتصادف ذلك مع قرارات مجلس الشورى العسكري التي ربما تطرح مجموعة من علامات الاستفهام، فمن المعروف أن كان هناك المجلس الأعلى العسكري التركي وهو المعني باختيار القيادات العليا للجيش التركي، تم إلغاء هذا المجلس تماما بعد تهميش المجلس الأمن القومي، وأصبح الرئيس التركي من خلال المجلس الشورى العسكري اللي هو يعني يكاد يكون مكتب ملحق في مؤسسة الجيش ملحق برئاسة الجمهورية، معني بتعيين القيادات الجديدة، وأصبح الرئيس التركي ربما هو المهيمن تماما على عملية اختيار قادة الجيش التركي، ربما أفضى ذلك إلى مجموعة هائلة من الإقالات، من الاعتقالات، من الإبعاد للقادة الأكثر مهنية، ربما أغلبهم من تدرب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية، تم استبعاد تقريبا كل القادة العسكريين الذين خاضوا أو تدربوا أو تلقوا تعليما أكاديميا أو عسكريا في الدول الغربية، سواء ممثلين لتركيا في حلف الناتو أو حتى في بعض المناطق القريبة مثل قبرص الشمالية على سبيل المثال، ومن ثم هناك تحولات كبرى في الجيش التركي ربما كلها تشير إلى أن هذا الجيش تحول من مؤسسة عسكرية منوطة بحفظ الأمن والاستقرار في الدولة التركية وحماية حدودها إلى مؤسسة معنية بتنفيذ أجندة الرئيس التركي. ربما الأخطر من ذلك أن بعض قادة الجيش في الحقيقة بات هناك الصراع والتناحر وطبيعة الولاءات ترتبط بمن مع الرئيس ومن ضد الرئيس، ومن ثم يعني الرئيس ذلك جيدا، ومن ثم هناك عملية إحلال وتبديل مستمرة من خلال إقالة وإبعاد القادة الأكثر مهنية الأكثر احترافية لصالح ربما قيادات وسيطة ترتبط بحزب العدالة والتنمية بصورة أو بأخرى، ليس فقط من خلال الإيمان بأفكار الرئيس التركي أو حتى الدفاع عن مصالح الرئيس التركي في هذا الإطار، ولكن حتى تبني أيديولوجية الرئيس التركي، واعتبار أن مصلحة تركيا تأتي في إطار التماهي أو ربما الانسجام التام مع سياسات الرئيس التركي حيال كافة الملفات، سواء كنا نتحدث عن سوريا، العراق، ليبيا، كل الملفات المعنية بها تركيا. ولذلك من يلاحظ أو من ينظر إلى السياسة الخارجية التركية يجد هناك نزعة إلى العسكرة، بمعنى إقامة قاعدة عسكرية ثانية في قطر، وجود أكثر من قاعدة عسكرية في سوريا، محاولة توسيع المنطقة الآمنة، وجود قاعدة عسكرية في مدينة الموصل، محاولة إقامة قاعدة عسكرية في شبه جزيرة سواكن، إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، كلها ربما تعبر عن أن المؤسسة العسكرية تحولت إلى أداة من أدوات يعني السياسة الخارجية التركية. ولكن المشكلة أردوغان إلى السلطة، منذ وصول حزب أردوغان إلى السلطة عام 2002 وقاد أردوغان هذه الحملة، حملة لتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية، ولكن هذه الاستقالات تحديدا هل هي نتيجة خلاف في سياسة تركيا في سوريا والعراق أم نتيجة ماذا تحديدا؟ يعني ربما هي نتيجة مجموعة من المعطيات أو المدخلات أو العناصر الرئيسية، أهمها أن هؤلاء لا يمثلون إلا مجموعة من قيادات الجيش يمثلوا ربما رمز لما يعانيه القيادات الجيش التركي من إقالات وإبعاد واستقالات، ربما هم حتى استبقوا عملية إقالة قد يتعرضوا لها. من يلاحظ عملية التهميش التي يتعرض لها قادة الجيش يجد أنها حتى تم إصباغها بصبغة قانونية أو
أولا كما أشرت سابقا من خلال إلغاء مجلس الأمن القومي أو على الأقل جعله مجلسا مدنيا، ثم إلغاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تحديد صلاحيات مجلس الشورى العسكري بأن يكون ملحق برئيس الجمهورية. فكانت في السابق جلسات المجلس الأعلى للقوات العسكرية يعني في بعض الأحيان تمتد إلى منتصف الليل، الآن أصبح مجلس لتبادل الابتسامات والأحاديث الجانبية، لأن القرارات فيما يتعلق بالتعيينات القادة الكبرى كلها تأتي من رئاسة الجمهورية. ألحق رئيس الأركان برئيس الجمهورية، وأصبح رئيس وزير الدفاع يتم تعيينه من قبل أيضا رئيس الجمهورية، ومن ثم المؤسسة العسكرية بالكامل أصبحت تعبر عن توجهات الرئيس التركي. وربما للمصادفة أن هناك توافق مع التيار القومي الموجود داخل المؤسسة العسكرية، وأصبح هناك تلاقي مصالح كبير يعبر عن رؤى ومصالح الرئيس التركي في هذا الإطار. ولذلك أنا في رأيي ربما تعبر هذه الاستقالات عن استباق عملية إقالة قد يتعرض لها هؤلاء القادة، ربما أيضا عن اعتراض على طبيعة السياسات العسكرية والعمليات العسكرية التي تعرض الجيش التركي لعملية إنهاك كبرى، أيضا تعبر عن امتعاض عن التعيينات الأخيرة للرئيس التركي التي ربما أفضت إلى تصعيد قيادات وسيطة لا تتسم بالمهنية أو الاحترافية بقدر ما تتسم بتبني شبه كامل ومطلق لأيديولوجيا الرئيس التركي وموقفه، سواء يتعلق هذا الأمر بالسياسات الداخلية أو حتى التطورات العسكرية على أكثر من ميدان تنخرط فيه تركيا بصورة مباشرة. يعني هذه السياسة سيد غوك، هل تعني أن أردوغان قضى على نفوذ المؤسسة العسكرية في تركيا إلى الأبد؟ يعني سابقا رأينا عملية مطرقة يعني للمشاهد العربي، أنه قبل كم سنة كانت هناك اتهامات من قبل المدعين العام أن مجموعة من الضباط في الجيش التركي يريدون محاولة الانقلاب العسكري ضد أردوغان والحكومة التركية، فبدأوا باعتقال جمع وفير جدا من الجنرالات والضباط العلمانيين طبعا التركي، وبعده افتهموا أنه كانت جماعة فتح الله جولان هم من كانوا يعتقلون هؤلاء ويبعدونهم عن الجيش حتى يقومون مقامهم. والآن يعني بصراحة منذ تلك العمليات والافتراءات التي كانت هم كانوا متهمين بهم، وبعضهم انتحروا في السجن، وبعضهم اتهموا من قبل عوائلهم أنهم خونة للوطن وغير ذلك، وهم كانوا أبرياء بصراحة. منذ ذلك الزمان لحد الآن يعني عظمة الجيش التركي والنظام النظم الجيش التركي انهار، ولحد الآن نحن نعاني من هذه القضية مع الأسف الشديد. في الآونة الأخيرة بحجة أن الرئيس أردوغان والشورى العسكرية العليا يريدون التسلط على جماعة فتح الله جولان والجنرالات الذين ينتمون إلى فتح الله جولان بحجة أنهم متورطين في جماعة فتح الله جولان، بدأوا يعتقلونهم ويبعدونهم عن الجيش، وتعرفون أنهم مئات من الجنرالات وعشرات من الضباط اعتقلوا أو أبعدوا من الجيش. الآن الجنرال المحارب نحن يعني بأمس الحاجة بسبب عمليات العسكرية في شمالي سوريا والعراق، لكنهم لا يوجد يعني أصلا هنا. هذا الموقع الذي قال خمس من الجنرالات قدموا استقالتهم، هم يدعون أنه هذا العدد سوف يكون 16 جنرال وسوف نعرفهم في الأيام القادمة، وبصراحة عدم الأهلية هو السبب الرئيسي بالنسبة لاستقالة هؤلاء الجنرالات. نعم الحكومة التركية بعد أن بدأت خسارتهم في الانتخابات الأخيرة ينتقمون من كثير من الجهات وأحدهم الجيش التركي. يعني سيد محمد، هل يعني ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحكم سلطته ونفوذه وقضى على نفوذ الجيش والمؤسسة العسكرية في تركيا؟
يعني بشكل مطلق لا يمكن القول أن الرئيس التركي أحكم قبضته على المؤسسة العسكرية على نحو كامل، وإلا كان الرئيس التركي اكتفى بعملية الإقالة والإبعاد لعدد من قيادات الجيش من يتابع القوات الجوية. على سبيل المثال قبل أيام معدودة تم إقالة 26 عنصر من أكفأ عناصر القوات الجوية، وهناك إحلال وتبديل كامل في القوات الجوية في هذا الإطار. ومن ثم على ما يبدو أن هناك تيار لا زال يلعب أدوارا رئيسية في معارضة الرئيس التركي، ولكن إلى الآن اليد العليا في هذا الإطار للرئيس التركي ليس فقط لأن المؤسسة العسكرية هناك تيار عريض سواء ارتبط بالتيار الإسلامي الذي يعني تصاعد وجوده في المؤسسة العسكرية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية خصوصا بعد عام 2016، أو حتى وجود التيار القومي الذي ربما تحالف لتحالف مصلحي مرن، يعني تحالف مرن مع حزب العدالة والتنمية، ولكن ربما الاعتبارات تتعلق بالوضع التركي الحساس. ومن ثم ربما قد لا يرتبط استمرار قبضة الرئيس التركي على المؤسسة العسكرية باعتبارات في الحقيقة ليست عسكرية، بمعنى إذا استمر الصدام مع قوة حليفة لتركيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل عناصر أو دول رئيسية في حلف الناتو، إذا استمر انصراف تركيا عن حلفائها الرئيسيين في الغرب لصالح بعض شركاء تركيا الرئيسيين، إذا ما استمر دعم تركيا للجماعات الجهادية، أيضا إذا ما تفاقم الوضع الاقتصادي لتركيا وتراجعت شعبيته أو انقسم حزب العدالة والتنمية في إطار التوترات الحاصلة الآن لجهة تيار الاستقلال الذي يسعى إلى إعلان حزب جديد، أو تصاعد أدوار المعارضة في هذا الإطار، كلها ربما تشكل عوامل رئيسية لتقوية نفوذ التيار الرئيسي الذي يعارض الرئيس التركي. وربما أتفق في هذا الإطار مع ضيفك الكريم فيما أشار إليه، التيار الكمالي الذي يسعى إلى عدم الانخراط في الصراعات الداخلية، عدم تصدير الخلافات. أين هي هذه تيارات المعارضة التي تتحدث عنها سيد محمد؟ يعني هي تبدو ضعيفة ولا تملك أي خيارات سياسية للمواجهة، لم نرى أي وحدة وقوة لهذه التيارات المعارضة لسياسة أردوغان. صحيح، اتفق مع حضرتك تماما، لكن ربما يكون الوصول الى الحد الاقصى في الضعف هو بدايه الصعود لمرحلة اكتساب مزيد من القوة، بمعنى أن المعارضة لم تستطيع في الحقيقة مواجهة حزب العدالة والتنمية في أي من الانتخابات 16 الخالية، ولكن في الانتخابات الأخيرة استطاعت أن تحقق إنجازا غير مسبوق للمعارضة، ربما حتى لم يسبق لها تحقيقه في مدينة اسطنبول على سبيل المثال قبل حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. ومن ثم هناك تحولات قد يراها البعض ليست ملموسة، ليست كبيرة، ولكن هناك تحولات تجري على الأرض في تركيا. من يتابع المشهد داخل حزب العدالة والتنمية قد يرى أن الحزب مؤسسيا متماسك لأن ضمان استمرار تماسك الحزب يرتبط بالرئيس التركي، لكن أيضا هناك عين ترصد أن هناك تحولات كبرى داخل حزب العدالة والتنمية. نعم. ومن يتحرك في هذا الأطار لا نتحدث عن قيادات هامشية، ولكن نتحدث عن قيادات مركزية، أحدهما هو أول رئيس للدولة التركية عن حزب العدالة والتنمية مثل عبد الله جول، صاحب النهضة الاقتصادية لتركيا وهو علي. نعم. بابكان، مؤسس نظرية السياسة الخارجية التركية وهو أحمد داود أغلو. ومن ثم نحن نتحدث عن ركائز رئيسية أيضا من هزم في الانتخابات البلدية هو ثاني أكبر شخصية في النظام السياسي التركي وهو بن علي يلدرم. ومن ثم كل هذه المعطيات إذا ما تم إضافتها إلى الوضع الاقتصادي الهش في تركيا لا يمكن الإشارة إلى أن المعارضة تعاني من ضعف بقدر أن ما هي تعاني من حالة من استقواء الرئيس التركي، ربما بعدد من مؤسسات الدولة قد لا يستطيع الاستمرار في هذا الإطار إذا ما استمرت الأوضاع على هذا. يعني سيد جوك، استمعت إلى ما ذكره سيد محمد، يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعرض للانتقادات وفقد تأييد العديد من قادة حزبه مثل أحمد داود أوغلو وعبد الله جول وعلي باباجان. كيف ستؤثر هذه الانتقادات وفقدانه لقادة حزبه على الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد وعلى قدرة أردوغان للصمود في المرحلة المقبلة؟ بالنسبة إلى أحمد داود أوغلو صار أمرا مفاجئا، هو في تصريحاته قبل يومين ثلاثة قال أنه هناك أعمال إرهابية كانت في تركيا في المدن المختلفة. عندما خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أول مرة بعد سنين بدأت تفجيرات في المدن الكبرى في تركيا لو تتذكرون قبل كم سنة. أحمد داود أوغلو يقول لو أفتح هذه الملفات بشكل شفاف أمام الشعب التركي هؤلاء يعني حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان لا يقدرون يأتون أمام الناس ولا يقدرون يمشون بين الناس. هذا لو كان في أحد من البلاد الغربية لكانت الحكومة أسقطت في نفس الساعة، لكن هنا صار أمرا عاديا بصراحة.
يقول يعني هذه الأعمال الإرهابية لهم ارتباط مع الحكومة التركية وهناك يد للحكومة التركية في هذه الأعمال. هكذا كانت تلويحات من قبل إشارات من قبل أحمد داوودوغلو، هذه اتهامات كبيرة. يعني هذا لو يفتحوا أحدا من الملفات الأمنية أو من الملفات بالنسبة للفساد المالي والإداري في حزب العدالة والتنمية، هذا الذي يخوف حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. ولهذا السبب هذا الحزب الجديد برئاسة أحمد داوودوغلو أو عبد الله جول ممكن أن يكونون في الرتبة الأولى وممكن أن ينشقون، وبشكل كما فعل حزب العدالة والتنمية الحاكم بالنسبة إلى حزب الرفاه، هؤلاء أيضا قادرين أن ينتصرون على حزب العدالة والتنمية الحاكم إذا يفتحون الملفات. نعم. سيد جواد داغوك مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا سيد محمد عبد القادر مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام من القاهرة، شكرا لكما. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.